بدنا ننتقل لصف تاني مرة تانية لنعيش تفاصيل فينا نقول يومية تعليمية مع الطلاب ومرحلة تعليمية أخرى. دي أول شيء لك يسعد صباحك. عم نسمع مستمتعين اليوم مع الطلاب. هلا عم تاخذوا درس شو؟ لغة عربية. أول شيء لك العام وأنت بألف خير بمناسبة عيد المعلم. إن شاء الله يا رب هيك كل المعلمين السوريين بألف خير. خلينا نحكي عن الجو التعليمي، يعني اللغة العربية فينا نقول عم تتاخذ بهي الطريقة، هذا مجهود إضافي عم تقوموا فيه كمعلمين. أي طبعا، هذا يعني المعروف عن اللغة العربية إنها لغة جافة، صعب إنك يكون فيها هيك هالموسيقى او هالاستمتاع هاد. فنحن غنيناها وكان معنا الطالب انه بيعرف يعزف عود، هو اقترح انا بعرف اعزفها، فينا نعزفها؟ اي فينا نعزفها. فوقت العزف هو ورفقاته غنوا، هذا الشيء كسر حاجز الملل، كسر حاجز الجفاف للغه العربيه. هن بيستمتعوا، يعني حتى القصيده بعد ما غنوها صارت اكثر متعه. هلا الطالب لما يقترح على المعلم بهي الطريقه بيكون في علاقه جميله بين الطالب والمعلم، ليقترح عليه مثلا كيف طريقه التعليم، يكون في تشاركيه. خلينا نحكي عن هي العلاقه اليوم بين الطالب والمعلم. المعلم بيعيده، يمكن عم نركز على تفاصيل قديش هي الى اثر كبير بشخصيه الطالب، لانه بيلعب دور كثير كبير، مو فقط فينا نقول من الجانب التعليمي، حتى من الجانب التربوي. ايه طبعا، يعني علاقه الطالب مع الاستاذ لازم تكون علاقة مدروسة. يعني لأنه أنا أكسر الحاجز بيني وبين الطالب فيصير كتير في، يعني مثل ما بيقولوا خوشبوش كتير، ولا أكون أنه أنا هو ما بيعرف عني شيء. لازم تكون العلاقة مودة محبة، وقت اللي بده شيء يقول أنا بدي أعمل هذا الشيء، وبناء على القدرات المتاحة وعلى الوقت المتاح المعلم لازم يكون يعرف امتى يقول اي وامتى يقول لا حسب الوقت المناسب. يعني كمان نحن عندنا خطه درسيه عم نمشي فيها وعندنا منهاج، لازم المعلومه توصل بس بمحبه بموده. يعني كمان الطالب بس يكون مرتاح، يعني هو مرتاح عم ياخذ المعلومه، هو مرتاح خلاص وصلت المعلومه. اذا كان هو متضايق ومقيد ومو حسنان يحكي ما حتوصل المعلومه بطريقة صح. هذا مجهود إضافي، يعني نحن عم نحكي فعلياً قديش المعلم اليوم بيبذل مجهود إضافي فينا نقول الخطة التعليمية للطلاب، مثل ما قلنا منهاج كبير يمكن وتقيل على الطلاب، وأحياناً بيقول لك المعلم مش مضطر، يعني بيعطي هذا المنهاج بيمشي. لا، نحن عم نقول قديش فعلاً في مجهود كبير عم يقوم فيه المعلم، وقديش فعلاً بيكون حريص على طلابه مثل أولاده بيعاملهم اليوم. لأنه ما في شيء بهذا الوقت، ما في شيء يخليكي تستمري بهي المهنة الشاقة المتعبة إلا المحبة. فقط حبك للتعليم، حبك للطلاب، وحبك لمهنة التدريس بشكل عام هو الشيء الوحيد اللي بيخفف هذا العبء وهذا المنهاج، إنك تعطيه بحب لأنك أنت بتحبي العطاء. قد ايه بتحبوا ولا الأنسة؟ كثير. ما سمعت كثير كثير ولا شوي؟ كثير. كيف فينا نوصف علاقة اليوم الطالب مع المعلم؟ يعني دائما بيقولوا زمان اول مختلف، نحن عايشين بعصر التكنولوجيا، ولا لا بعد هي العلاقه الجميله بين الطالب والمعلم، هي الخصوصيه؟ طبعا لا، هلا العلاقه ما فيني انا قارن مثلا بين علاقتي باساتذتي وعلاقه طلابي معي. هلا يعني انا احيانا بكون جايه لابسه شيء حلو، انسه انت طالعه اليوم حلوه، انا ما بتخيل حالي من قبل انه انا عم اقول لانسي انسه انت طالعه حلوه اليوم. عرفتي هنن عم يعبروا، يعني هنا خلاص انه انا عم عبر، صار فيني عبر، صار في صداقه بين الاستاذ والطالب، صار الطالب اكثر راحه. يعني انه قبل نحن كنا الاستاذ انه كثير يعني نحسه من غير مكان، يعني اذا شفناه بالشارع نستغرب. جزء من الاهل فينا نقول، جزء من العيله، صديق. يعني انا بعبر لك عن علاقتي معهم صداقه، وبصير انت بتحبيهم. يعني انا ما بتخيل حالي انه مثلا تاركتهم ورايحه مثلا، لا ابدا. يعني حتى لو انه صار فرصه افضل مشانهم افضل، لانه في محبه، في صداقه بيني وبينهم.
كتير حلوة يعني. شوف يمكن ونسمع حكيك ونشوف في لمعة بعيونك قديش مبسوطة. بدي أرجع لك كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد المعلم. فعلا المعلم السوري أثبت خلال سنوات الحرب وكل بكل العصور أنه فعلا هو معلم استثنائي. بدي أخذ كلمات من الطلاب. أنتوا طلاب صف سابع، هي مرحلة انتقالية عن الابتدائي مختلفة، كيف بتصفوا علاقتكم اليوم مع المعلم أو المعلمة؟ نانسي ولا أكثر حباية معنا وبتسلينا أثناء الحصة وبتضحكنا وبتعطينا الدرس، يعني في وقت للاستثناء وفي وقت لل في موقف طريف مر معك مع الأنسي ولا مع الطلاب بتذكروا سوا؟ دائما إنه كل حصة بنضحك بس وقت الجد جد. الاستاذ قديش بيلعب دور بيحببك بالماده؟ يعني في اساتذه بتقول لك انه بيلعبوا دور قديش بيحببك اللغه العربيه. فينا نقول يعني ماده نوعا ما بدها مجهود اضافي للطلاب، انه الانسه بتلعب دور كثير وبتوقات يعني اوقات يعني مثل اليوم لحنت الغناي واعطتنا اسلس بتفوز بتحفظ القصيده بطريقه اسلس. شو بتحب تقول للانسه ولا؟ كل عام وانت افضل انسه وبيست انسه وطول عمرك الأنسة المفضلة عنا. أنت شو بتحب تقولي لها ولكل المعلمين اليوم؟ كلام وأنت بخير كلكم. كيف تصفي علاقتك مع الأنسة؟ يمكن كمان البنات مختلفين عن الصبيان، تكون علاقتهم إذا معلمة أقوى ولا لا مختلفة؟ لا ما هادي. أنت بتحبها أكثر؟ إيه أكثر بكثير. أكثر أنسة؟ أكثر أنسة. شو بتحبي تقولي لكل المعلمين يعني يتابعونا اليوم؟ انا بحب اقول لكل عام وانتم بالف خير وبجهودكم نحن طلعنا اجيال قويه قادره لبناء المجتمع، وان شاء الله كل عام وانتم بالف خير يا رب. شكرا لك. نرجع نجدد التحيه لكل معلم سوري اليوم مستمر في القطاع التعليمي رغم كل الظروف. نقول كل عام وانتم العز والفخر. اكيد انتم يمكن معلمين اساسيين في تربيه الاطفال الى جانب الاهالي. نرجع لك سلمى.